بجدد التحيات لكل الأصدقاء متابعي صباح الورد بلبنان وخارج لبنان. نحن وأنتم متابعين لقائنا الصباحي، بدي أحيي بهذا الوقت أستاذ مارسيل حنين، نائب رئيس جامعة الأيوتي جبيل للعلاقات الخارجية. صباح الخير أستاذ مارسيل حنين، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح النور كمان مستمعينكم. أهلا وسهلا فيك، برحب بحضرتك عبر راديو MBS. وبدنا نحكي اليوم مع حضرتك عن المؤتمر يلي رح بيصير ب 11 الشهر، لتقلنا عن شو هيدا المؤتمر وشو الأهم الأمور يلي رح تنبحث بهيدا المؤتمر ومين يلي رح بيكون موجود. أوكي، هو المؤتمر لثقافات وتعليم المسنين الفرنساوي كولتور إيفيرسيتي بازيماج. وتحكي ترازيماج أو تعليم المسنين معناتها عم نعلم أشخاص صاروا بسن تقاعد وما فوق، وهيدي كجامعة أيوتي بجبال بحالات بلشت البرنامج من 3 سنين عند ديبارتمون مختص لتعليم المسنين، واكتشفنا بعدين إنه فيها المؤسسة الكبيرة المنظمة الضخمة اسمها أيوتا يلي بتم فوق 20,000 جامعة بالعالم بيعلموا أشخاص بسن التقاعد وما فوق. وكل بلد وكل جامعة وكل منطقة بتعلم بشكل مختلف. فنحن شاركت بعمل المؤتمر سنتين بمجلس إدارة، وقررنا هالسنة ينعمل بلبنان. شدينا نحن عندنا اللي عملوا بلبنان، وصار رح يصير بلبنان. رح نحكي عن كل بلد أو كل جامعة بمنطقة معينة ببلد كيف ثقافتها المحلية بتشوف تعليم المسنين. يعني مثلا أعطيك إكزامبل، إذا منطقة ريفية أشخاص مسنين منطقة ريفية، شو بيكون عادتهم هالأشخاص وقت يتقعدوا؟ شو لازم يتعلموا؟ شو بيحبوا يتعلموا أكثر؟ بينما منطقة لنقول سياحية كتير أو مكتظة بالسكان أو أوربن يعني مدينة، كمان بيكون مختلف حاجات المسنين. فحبينا أول شيء نضوي على كل واحد حاجات المسنين ببلده، ونعرف طلابنا نحن الأشخاص اللي مسنين ومفوق يتعرفوا على الجامعات الأخرى، لأنه كمان في نية إنه الأيوتي تبعت طلاب تبادل طلاب بين وبين جامعات مثلا إسبانيا أو الصين أو بالهند، في كل بلدان العالم ومثلا بصير في تبادل ثقافات يعني وتبادل خبرات، تبادل طلاب على مستوى ثقافي سياحي. مظبوط. وهيدي حفل الاحتفال بالمؤتمر، افتتاح المؤتمر ب 11 أكتوبر بجامعة الأيوتي بحالات، رح يحكي فيه وزير ثقافي اللي هو راعي المؤتمر كله سوا محمد داوود، ورح يحكوا فيه نواب جبال اثنين سيسيمو ابي رميه وسيدي الحوات وسفراء ارجنتين تيحكي عن قاره لاتين امريكا كيف تنظر للتعليم المسنين، وسفيره تشيكيا رح نحكي عن بلدها بشكل خاص عن نظره البلد للمسنين وتعليم ايضا مش بس يعني استشفاء والصحه اتسترا بس كمان التعليم. وبعد ظهر المؤتمر في تقريبا 34 شخص مشارك فيه، رح من 2 إلى 7 نون ستوب عنا تدخلات من كل ممثل جامعته. كتير مهم هذا المؤتمر وكتير مهمة هذه اللفتة للمتقاعدين، يعني كأنه نحن بنعرف أوقات المتقاعد لما بيشيلوه على بيقولوا انه صار وصل لسن التقاعد، هل العامل النفسي اللي بيمرق فيه، يعني كانه هون في اعاده تجديد امل يعني واعاده الحياه لهالاشخاص. يعني في بعض اشياء كتير بيقدر يعملها الشخص اللي بيكون راعى لسن التقاعد. مضبوط 100%. الفراغ اللي بحسه فيه كتير كبير. في ناس بتعرف ما بيكون عندهم عائله حواليهم، مش كل الناس عندها الحظ، فالفراغ بيصير اقسى. بصير كأنه هن بعد إلهم لزوم، يعني بحسوا كأنه ما عاد إلهم لزوم بالحياة. بالوقت يلي أنتوا هون بهذا المؤتمر إعادة الضوء، يعني كأنكم عم ترجعوا تضووا لهم الضوء عن جديد. مظبوط. إحنا البروجرام اللي سنة 30 عم نعطيهم هو بروجرام نعمله معهم هن، يعني هن بنختار سوا المواضيع اللي بحبوا يطلعوا عليها. مثلا كل أسبوع في عنا محاضرة معينة عن موضوع مختلف، أوقات نحكي عن علم النفس المسلمين، اشياء بتخص نفسيتهم لحتى تعرف تتخطى مشاكل ديبرسيون اتسترا. اوقات بنتعاطى بنحكي بالسيكولوجي للاحفاد، لا اذا عم يربوا احفادهم بيصيروا التربيه كمان يتبعوا على اشياء معينه، بنحكي عن النيوتريشن والتغذيه، بنحكي عن الصحه، بنحكي عن مواضيع اخرى من التاريخ من الحضارات الفنون العلوم مثل السوشيال ميديا. يعني هن عندهم عطش رهيب
ليتعلموا او يزيدوا ثقافتهم، لان في ناس منهم معلمين كثير بدهم يزيدوا ثقافتهم يغنوها. والحلو كمان انه اللي بيجوا بيعطوا محاضرات قسم منهم كمان متقاعد، يعني بيشاركوا بعض. سو حملنا قدرنا نخلق بيئه حلوه كثير لهم. نتامل غير مناطق كمان تلحق، لان احنا الاي تي بجبال بس طالبين منا بالكوره، لان على نفس الشيء الفرع بالكوره. نعم. سو كمان رح ننقل البرنامج. عندكم فرع بالكوره؟ نعم. نعم. براس مسقط. وهلا الاي تي مع البلديات هنيك عم تبحث كيف بلشوا الاي تي بلشوا الاحرى. اذا نخلص مؤتمر تنهتم شوي. نعم. استاذ مارسيل، مين اللي مدعي لحتى يكون موجود معكم بهذا المؤتمر؟ الكل مدعو من خلال الام بي اس، بتمنى انه يوصل المسج انه اي شخص بحب يجي على ان كان على الساعة 10 الصبح بأمور اكتوبر يشوف هالكلمات الرسميه اهلا وسهلا، او ان كان بده يحضر كل النهار يعني كمان يشارك او يشاهد بعض دور مداخلات الاشخاص جاي من الصين، من كوستاريكا، من كندا، من اسبانيا، من فرنسا، من ايطاليا، من سلوفاكيا، من كمان كثير. اهلا وسهلا بالجميع، نحن مفتوح للجميع. وشغله ثانيه، الانتساب للبرنامج تبعنا للترجمات ما بيتطلب اي باك جراوند معين، يعني ما بدنا يكون معه حامل شهاده او شيء. والكل المحاضرات باللغه العربيه لما يكون في حاجز لغه شيء. وكمان بنشجع ناس تفوت، لان احنا عاملينه شبه مجاني، يعني خدمه اجتماعيه عاملينها، لان بهمنا الشريحه ما تضم يعني هيك مهمشه، حدا متعدين ما عنده شيء يعمله، زهق او اشياء ما كثير بتهمهم. بينما هلا عم تشوف الشغف اللي عندنا. سو مدعو الكل يجي يحضر المؤتمر، يتعرف على البرنامج، يتعرف على المؤتمرين اللي جايين لعنا، يتعاطى معهم، يشوف ونحكي معهم، لانه عندنا كثير جلسات كمان بهمنا هالاشخاص يتعرفوا على ناس من لبنان، يكتشفوا ثقافتهم من وراء الحكي معهم. اكد عميقهم طول، احنا صحيح نهار 12 الشهر بس ب 11 شهر بالجامعه بالاي تي، الكل مدعو اذا بحب يعرف اكثر عن الموضوع. لكن أنا بدي أتشكرك كتير أنك هيك ساعدتنا على أنه نفهم أكتر هيدا المؤتمر، وندعي كل الناس اللي بتعتبر أنه هيدا المؤتمر بيعني لها. فأنا بدي أتشكرك كتير أستاذ مارسيل حنين، نائب رئيس جامعة الأي يو تي جبيل للعلاقات الخارجية، بتشكرك كتير. مشكلة. بالتوفيق دايما. شكرا.